اقول لكم اخبار سريعه قبل ما نتكلم في هذه المباراه. يعني كان في اجتماع فني على مباراه الاهلي والترجي، اجتماع فني خاص بمباراه الاهلي والترجي. التونسي اسفر على الاتفاق على العديد من الامور الخاصه بتنظيم المباراه. حضر الاجتماع من النادي الاهلي العميد محمد مرجان منسق المباراه، ومحمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، وسمير عدلي المدير الاداري، وماهر عبد العزيز نائب المدير الاداري للاتفاق على كافه التفاصيل التنظيميه الخاصه بهذا اللقاء. النادي الاهلي ان شاء الله بكره يرتدي اللون الازرق كاملا، وان شاء الله الشناوي هيرتدي طقم رمادي، طقم سماوي، اسف، طقم سماوي، فيما يرتدي فريق الترجي لونه بقى الاساسي اللي هو اللونين الاسود والاصفر وشورت اسود، ويرتدي حارس مرمى الترجي اللون الابيض بالكامل. أتم التأكيد على ضرورة تواجد الفريقين في غرف الملابس قبل اللقاء بساعة ونصف كاملة، وإن شاء الله يحددوا مواعيد نزول أرض الملعب. تفاصيل يعني في هذا الاجتماع الفني، إن شاء الله يكون معنا كريم أحمد برجاوي لو هتجيبوه عشان يقول لنا مزيد من التفاصيل. علي معلول في تونس لمساندة الأهلي فريقه، أكيد طبعا يعني مش غريبة على علي معلول، مش غريبة على أي لعيب لازم يكون مع الفريق بكره ان شاء الله. وهشام محمد بيواصل التاهيل، انا بقول لكم كده الاخبار بسرعه جدا لكن اخبارنا المهمه. ان شاء الله هشام محمد برده يعود بسرعه، هشام محمد نجم كبير وان شاء الله محتاجين كل اللعيبه. مؤمن زكريا ورامي ربيعه وليد ازارو احمد علاء عمرو جمال وعمرو بركات محمد شريف عمار حمدي، كل هؤلاء اللاعبين كان النهارده تحت قياده حسين عبد الدايم اللي بيقود تدريب المستبعدين من هذه المباراة. إن شاء الله يكونوا في حالة بدنية وفنية عالية في الفترة المقبلة عشان يدخلوا مع الفريق. كنا محتاجين مؤمن، مش محتاجينه يعني كلام كتير جدا، كنا محتاجين كل اللعيبة لكن مؤمن أكيد كان هيفيدنا، لكن طبعا وجهة نظر الجهاز الفني. امبارح وأنا بختم معاكم اللقاء بتاعي شكرت كل الناس اللي وصلونا لنهائي أفريقيا، كل الناس أو معظمنا كنا مستبعدين قوي إن احنا نروح لنهائي أو التدويج الأفريقي غدا إن شاء الله، وكل الناس كانوا شايفين الأهلي يعني كان بعيد شوية بعد ما تزيلنا المجموعة وكنا في فترات متزايلين مجموعة، لكن أنا قلت لكم يا جماعة النادي الأهلي ما بيخيبش ظن حد، وإن شاء الله تشوف الأهلي في النهائي، والحمد لله رب، الحمد لله الأهلي بكرة إن شاء الله في النهائي. لازم أشكر كل الناس ولازم أعيد الشكر لكل الناس. مجلس إدارة تحمل كتير جدا وسكت وصبر علشان الاهلي وعلشان الفريق يوصل للدرجه اللي هو فيها دي ان شاء الله بكره في النهائي. ان شاء الله كان ممكن نتكلم، كان ممكن ندخل في مشاكل، لكن احنا دايما بنسكت ودايما بنتحمل ودايما بنقول الاهلي هو في المقام الاول وفي الاخير. الجهاز الفني ايضا اللي طلع النادي الاهلي من المركز الاخير لنهائي بطوله افريقيا بالنقص العددي اللي كل مباراه دلوقتي بقت ملمه بكل المعلومات اكتر مننا كمان، احنا هنا كمان في قناه الاهلي ما شاء الله. يعني غيابات كتيره جدا، وقلت لكم امبارح وكررت وبكرر، عبد الله السعيد الناس كلها قالت الاهلي وعبد الله السعيد، لقينا الاهلي ماشي والاهلي دايما بيمشي، وقلنا لكم الاهلي دايما بيمشي مع قيمه برضه عبد الله السعيد. ناس كتير جدا عندنا غايبه، جونيور اجاي لعيب مهم جدا 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 رايحين المباراه بكره من غير، وعلي معلول برضه كان ليه فتره غياب رايحين المباراه بكره من غير علي معلول. احمد فتحي سيد الرجاله زي ما انا بقول، عندنا جونيور اجاي، عندنا ازارو، عندنا مين تاني، عندنا غيابات كتيره جدا جدا جدا. قلت فتحي، قلت اجاي، معلول، ازارو، دي ابرز الغيابات في النادي الاهلي. اربع لعيبه اعمده رئيسيه من اعمده الفريق، لكن دايما بنقول الاهلي بمن حضر والاهلي كله رجاله، وان شاء الله بكره يكونوا عند حسن ظننا تاني. اشكر برضو اللاعبين اللي تحملوا كل حاجه علشان بكره عشان يوصلوا لمنصه التتويج باذن الله بكره ان شاء الله، علشان يطلعوا لمنصة التتويج. بقول منصة التتويج إن شاء الله لأن أنا متأكد واثق إن شاء الله إن الأهلي هيشرفنا بكرة. بشكر كل الجماهير الأهلاوية اللي دايماً داعمة ودايماً مساندة للنادي الأهلي في عز أزماته، زي ما إحنا متعودين منكم على الحلوة والمرة، ودايماً في المرة قبل الحلوة كمان الجماهير كان ليها دور فعال ودور رهيب ودور كبير جداً جداً جداً. طبعاً بفضل ربنا عشان نوصل للمباراة النهائية غداً بإذن الله. دعواتكم ودعواتكم من القلب، مباراة صعبة وصعبة جداً كمان. الترجي عنده دوافع كتير جدا جدا، وقال مش كل مره الاهلي هيجي يكسبنا في رادس، واحنا الترجي واحنا عايزين واحنا 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 واحنا، لكن احنا دايما بنرد بكلمه واحده بس، ان احنا الاهلي، ان احنا بنلبس تيشيرت الاهلي احمر ازرق ايا كان نوعه
عندنا او ايا كان لونه، عندنا اللوجو بتاع الاهلي وعندنا نصر الاهلي وعندنا جماهيرنا. عايزكم تاخدوا بكره ان شاء الله جماهير الترجي دوافع كبيره جدا ليكم، خدوا الدوافع عكسيه، يعني الجماهير دايما عارفين جماهير الترجي بتبقى صعبه جدا، ان شاء الله اللعيبه تاخدها الدوافع عكسيه، تاخد دوافع ليها هي مش لجماهير الترجي، مش للعيبه الترجي، هيكونوا نقطه ضغط كبيره جدا على فريق الترجي لو احنا ان شاء الله تماسكنا وان شاء الله لعبنا كوره على الارض وان شاء الله احتفظنا بالكوره وعملنا استحواذ ووصلنا للجون وهددنا مرماهم، ويا رب يا رب يا رب ربنا يكرمنا بهدف ايا كان مين اللي هيلعب بقى، وليد، صلاح، محسن، مروان، يعني ايا كان مين اللي هيلعب من الاثنين دول، مش عارفين مين اللي قريب لدماغ باتريس كالترون. جماهير بتتكهن بيقولوا ممكن يبقى صلاح محسن، وفي جماهير يقولوا لا مروان عشان مروان عنده خبرات، صلاح محسن لسه برضو مش عايزين نمثل عليه ضغط، مع ان صلاح محسن يعني عنده برود كروي شويه، يعني دي حاجه من الحاجات الجميله جدا ممكن، لكن هنشوف بكره باتريس كالترون هيلاعب مين، مهما كان او مهما كان الاسم اللي هيلعب ان شاء الله يكون على قد المسؤوليه. بكره رجاله امالنا في ربنا وامالنا فيكم كبير جدا، عارف المباراه صعبه ودايما بنقول مباراه صعبه، وكمان في تونس وكمان مع الترجي وجمهور الترجي اللي كله متحفز، وكمان ضغوطات قبل المباراه وحاجات كتير جدا جدا كانت ضد النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي دايما ضد التيار، النادي الاهلي دايما ضد اي حاجه ضد القواعد اساسا، النادي الاهلي دايما ضد المستحيل، النادي الاهلي دايما عند حسن ظننا، النادي الاهلي دايما بفرح جمهوره، افتكروا الكلام ده كويس قوي، افتكروا ان شاء الله ان شاء الله وانتوا راجعين بالكاس بكره مصر كلها تبقى مستنياكم، بعد اللي حصل كمان امبارح جماهير الزمالك نفسها كمان الاهلي نفسه، الاهلي يكسب، جماهير الزمالك بتقول يا رب الاهلي يكسب بعد اللي حصل امبارح وبعد الموجه اللي حصلت امبارح، مش عايزين نتكلم فيها، لكن كل الجماهير المصريه بتقول يا رب عشان النادي الاهلي، افتكروا الكلام ده كله، ان شاء الله نستناكم كلنا بكره في المطار باذن الله، ونفرح كلنا بالكاس الافريقيه اللي هتدخل الجزيره بكره وتضاف للانديه المصريه الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه، بكره الساعه 9 والبطوله التاسعة بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي، ادعوا بس كده وخلي عندنا ثقة في ربنا وإن شاء الله لاعبتنا تشرفنا بإذن الله وترفع راسنا.